بها فنحن نخضع لسلطة الغالب والقوي، وإذا لم نعترف بها فنحن نتضرر ونتضرر كثيرا، لأننا كما قلت ليس هناك تصادم ما بين النص السليم الذي نعتقد أنه شريعتنا الغراء وما بين العقل السليم والفطرة السليمة، وإنما التصادم يأتي من أن أولا هناك مشكلة أساسية على المستوى الدولي، وهو أن قواعد القانون الدولي ليست ملزمة. هذه قواعد المذكورة في المعاهدات هي قواعد وهي مصدر رئيسي، وكما تعرف المفروض أن القانون الدولي يعلو على كافة القوانين بما فيها على الدستور وعلى القوانين الداخلية، والقانون الدولي والمعاهدات هذه ملزمة، وعندما توافق عليها الدول فإنها أحيانا تضطر أو يجب أن تضطر إلى تغيير قوانينها الداخلية بما فيها الدستور إذا لم تتوافق مع القانون الدولي. ولكن المشكلة هو أن العالم كما هو موجود الآن بمجلس بأمم متحدة بمجلس الأمن، مجلس الأمن هو هذه طريقة عنصرية، هذه طريقة استكبار عالمي. لماذا هناك 5 دول هي التي تحتكر القرار الدولي وهي فقط التي تستطيع أن تطبق الفصل 7، وهو الفصل الملزم وهو الفصل الوحيد الذي يلزم أو الذي لا قواعده ملزمة. ما عدا ذلك فأن ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المنظمات الأخرى تبدو أنها غير ملزمة بالرغم أنها قواعد قانونية. دعني أذكر مرة أخرى أننا دائما لابد أن نذكر أن كثير من الدول الغربية القائمة، الولايات المتحدة، قامت على استئصال شعب آخر هو الهنود الحمر. هناك من يقول أنهم كانوا 10 ملايين الذين استأصلهم الرجل الأبيض، ومع ذلك أعلن ميثاق ممتاز لحقوق الإنسان في 1776 وهي وثيقة الاستقلال الأمريكية. ودعني أذكر أن الفرنسيين والذين أعلنوا وثيقة أيضا من أروع ما يكون على مستوى النصوص وهي وثيقة 1789 وثيقة الثورة، ثم ما تلاها من وثائق بعدها ب40 سنة احتلوا الجزائر واستأصلوا الشعب الجزائري استئصال كامل. دعني أذكر أن بريطانيا بنت إمبراطوريتها على استئصال عدد أو على قتل عدد على نهب ثروات الهند وآسيا وإلى آخره. إذن هناك إشكالية لدى هذه الدول، لقد بنيت وأسست ولا تزال لحد الآن كثير من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية بما فيها مجلس الأمن بما فيها لا تزال تخضع لهؤلاء بما فيها قضية النووي. من له الحق أن يمتلك النووي ومن ليس له الحق؟ الذي يمتلك النووي والذي استخدم النووي وقتل الناس هو الذي يمنع عن الآخرين حتى الاستخدام السلمي لذلك. إذن هناك إشكالية، ولكن لابد أن تكون هناك قوة. عندما كنت قويا، إذا كان لديك القوة فإنك تستطيع أن تدعم حقوق الإنسان وتستطيع أن تدعم النصوص وتفرض وجودك على هذا العالم. إذا لم تكن قويا فإنهم سيستضعفونك، فإنهم سيأكلونك، فإنهم يستأصلونك. هنا نعود إلى ما لدينا نحن. نحن أيضا لابد أن نذكر بذلك، ربما هذا مهم جدا، لدينا دول هي من أكثر الدول التي تخترق حقوق الإنسان. لدينا دول تتعاون مع الدول الغربية على اختراق حقوق الإنسان داخل دولها ضد شعوبها، تلاحق معارضيها، تقاتل معارضه. أنا عندما أتذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان لديه منافقين في المدينة وكان يعرفهم بالنص الوحي، ومع ذلك عندما يستفزون الرسول ويقوم الصحابة لكي يؤدبونهم أو يقتلونهم يقول لا أريد أن يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه. كان إذن هذه المعارضة وهم منافقون، ومع ذلك يتركهم الرسول ويصلي عليهم وهو المأمور بأن لا يصلي عليهم، ومع ذلك صلى ويستغفر لهم 70 مرة وقال لو كنت أعلم أن استغفاري أكثر من 70 مرة لاستغفرت لهم لو غفر الله له. إذن الإشكالية أننا نحن لدينا دين، لدينا كتاب، لدينا شريعة من أروع ما يكون، ولكن لدينا أيضا تطبيقات من أفسد ومن أجرم ما يكون. إن ما يحدث في كثير من الدول العربية والدول الإسلامية من خروقات لحقوق الإنسان حقيقة يندلها جبين الإنسانية، وحقيقة لا يمكن وصفها إلا بأنها كوارث وهي الذي حطمتنا. إذا حققنا ومارسنا حق الإنسان كما قالها الإسلام أو كما قالت هذه العهود في أوطاننا، فإننا سنغير مجرى العلاقات الدولية وسنغير مجرى الموازين على مستوى هذا العالم. طيب دكتور عزيز، يعني لو سمحت بدقيقة واحدة، يعني إذا كانت هذه النصوص غير مفيدة، ما الفائدة من الحديث عنها وتكرارها
وإعلان دائما الوفاء لها والالتزام بها. نعم أخي العزيز، الآن هو ما متاح في العلاقات الدولية هي هذه الأعراف الدولية، إذ أنه في أقل تقدير أنه بالإمكان أن الإنسان يحتكم إليها أو يحتج بها عندما يناقش الآخرين. ولذلك نحن على الرغم من أننا نؤمن بها حقيقة، ولكن لا نؤمن بالتطبيقات المشوهة الآن التي تحدث، لأنه ربما في يوم من الأيام سنكون في موقع القادر على أن نملي الإرادة الدولية كما هي أو كما وردت في هذه القواعد العرفية أو حتى في القواعد القانونية. لنا على سبيل المثال للحصر هناك قواعد قانونية يتضمنها القانون الإنساني الدولي. هذا القانون الدولي لحقوق الإنساني ينظم وضعية الشعوب المحتلة. إذن ما كيف نحتج على الأمريكان وليست لدينا مرجعية، إذ أنهم غير مسلمين حتى نحتكم إلى القرآن الكريم؟ هذا الموضوع إذن لابد من أن نحتكم به أو نحتكم إليه عندما تكون لدينا مشكلة مع الآخر. هو ليس العيب في النص، النص لا غبار عليه، وكنا قد قلنا ذلك، لأننا إن نرفض هذا نكون قد وقعنا في التناقض. قلنا بأنه لا يفترق كثيرا عن المنطلقات الإسلامية، ولكن هذه تسمى الشرعة الدولية وهذا يسمى الإسلام. فالإسلام يا سيدي العزيز لا يختلف ولا يتناقض مع كل المبادئ الإنسانية الخيرة. طيب، ومن هنا اسمح. نحن نقول أننا ملتزمون بروحها وليس بتطبيقها. أستاذ سعيد علامة، يعني هل نبقى بانتظار كما يقول الأستاذ محمد زيتوت، يعني هل نبقى بانتظار أن تصبح لدينا القوة الكافية لكي نواجه هذه الهيمنة المفروضة علينا باسم حقوق الإنسان؟ إنني أرى أن الهيمنة الأمريكية على القانون الدولي تحول دون أن نتمكن من الحصول على حقوقنا. وكما قال الدكتور، يجب أن نجد القوة التي تردع هذه الهيمنة، وهذه القوة هي منوطة بالدول العربية مجتمعة، إذا كنا نتكلم عن الدول العربية، كي تفرض رأيها على سيد الموقف الذي يعتبر حاله سيد الموقف والذي يهيمن على القانون الدولي. نسمع دائما هنالك انتهاكات للقانون الدولي ونصل إلى نتيجة سلبية بعدم محاكمة هذا الجاني. فنحن بحاجة لدعم معين، لخطة معينة، لتخطيط معين كي نصل إلى تنفيذ النصوص بشكل متساو ما بين الدول وبالنسبة لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب. الضيوف الأعزاء، الأستاذ محمد العربي زيتوت الناطق باسم الرسمي باسم منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، كنت معنا من لندن، شكرا لك على هذه المشاركة، كما أشكر الدكتور عزيز جبر شيال الناشط في مجال حقوق الإنسان من بغداد، وأيضا شكري موصول للمستشار والمحامي سعيد علامة، مستشار قانوني لمنظمة حقوق الإنسان وأمين سر في نقابة المحامين من بيروت. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، حتى لقاء آخر، وأيضا سنتابع حديثنا حول حقوق الإنسان في موضوعة أخرى. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.